بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لكم اليوم درسا في التطبيقات الكتابية. الدروس المعنية بالتطبيقات الكتابية هي المستثنى بغير وسوى، ومصدر الثلاثي وغير الثلاثي. إذن الهدف من الحصة أن يستثمر المتعلم مكتسباته حول المستثنى بغير وسوى ومصدر الثلاثي وغير الثلاثي في الصرف التحويل لإنجاز تمارين كتابية. تذكير: كيف يكون المستثنى بغير وسوى؟ نعم، يكون المستثنى بغير وسوى مجرورا دائما بالإضافة. جيد، وكيف تعرب غير وسوى؟ تعرب غير وسوى إعراب المستثنى بإلا. الآن مع المصادر، ما مصدر الأفعال التالية: صمد، قبل، صعد، قتل، نصح، اقترب، انصرف، وضع. إذا صمد مصدره صمود، جيد، وقبل قبول، جيد، صعد صعود، جيد، قتل قتل، نعم، نصح نصح، طيب، اقترب اقتراب، أحسنت، انصرف انصراف، جيد، ووضع وضع. نلاحظ: صمد صمود، قبل قبول، صعد صعود، وقتل قتل، نصح نصح، اقترب اقتراب، وانصرف انصراف، ووضع وضع. جيد، الآن لديكم التمرين الأول: استخرج من النص جملة تندرج عناصرها في الترسيمة التالية. لاحظ الجدول: أداة نفي، فعل، الفاعل، ضمير مستتر، أداة استثناء، مستثنى، ثم نأتي. نستخرج هذه الجملة من النص المعني بالشكل. جيد، السؤال الثاني: أعرب الجملة التالية: لم يهمه من مصادر الطاقة غير البترول. السؤال الثالث: اجعل الجملة نفسها مثبتة، يعني الجملة المعنية بالإعراب نجعلها مثبتة لأنها منفية هنا. السؤال الرابع: أعد كتابة الجملة نفسها دون المستثنى منه واشكلها. خامسا، يعني في السؤال الرابع نكتب الجملة بدون كتابة المستثنى منه، نقوم بحذفه. الجملة الخامسة: ائتي بجملة تتضمن عناصر الاستثناء، يعني اللي كنتكلم عليها هنايا في التمرين هي المستثنى وغير فقط، ثم نقوم بشكلها. يعني كما تعلمون أن عناصر الاستثناء هي المستثنى وأداة الاستثناء والمستثنى منه. هنا في هذا التمرين نحذف المستثنى منه، مفهوم؟ الآن التمرين السادس: أتمم ملء الجدول التالي. لاحظوا الجدول يتضمن الفعل، وزنه، مصدره، ووزنه. إذا لدينا هنا مجموعة من الأفعال: قدس، تعب، تشقق، ترك. هذه الأفعال نبحث لها عن الوزن، ثم نستخرج المصدر، ثم نقوم بصياغة وزن هذا المصدر. نعطي مثالا حتى يتضح المطلوب من التمرين. مثلا لدينا فعل ضرب على وزن فعل، مصدره ضرب على وزن فعل. قم بالشيء نفسه بالنسبة لهذه الأفعال. هنا لديك مجموعة من المصادر هي بدء، استخدام، تسخين، وحقن. هنا أبحث لهذه المصادر عن أفعال، ثم نعين وزنها، وهنا لدينا هذه المصادر نحدد
وزنها. سأعطي مثالا، مثلا صوم الفعل منه صام على وزن فاعل، والمصدر الذي هو صوم على وزن نعم فاعل. جيد، شكرا على تتبعكم.